الرحيم فخري فارغي رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة إقليم وادون. على خلف اجتماع اللجنة الموثقة عن الجمعية العامة للغرفة وبناء على اجتماع المكتب الإداري للغرفة الصناعة التقليدية بجهة إقليم وادون، عقدت الجمعية العامة للغرفة الصناعة التقليدية بجهة إقليم وادون دورة استثنائية بمقر عمل إقليم سيدي إفني حاضرة أيت بعمران. وكانت أبرز نقاط جدوى على المدى الدورة هي ملتمس إلى السيدة الوزيرة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن في إحداث مديرية إقليمية للصناعة التقليدية بسيدي إفني. وقال كان تدخل السيد العامل في ثلاثة نقاط: النقطة الأولى هي إحداث مركب للصناعة التقليدية بمدينة سيدي إفني بمواصفة حديثية تضمن ورشات للصنع للحرفيين وقاعة العروض وفضاء للتسويق المنتجات المجالية ذات خصوصية مجالية، إضافة إلى مرافق الإدارة مرافق اجتماعية للصناع التقليديين. والنقطة الثانية تخصيص وعاء عقاري مناسب في قلب المدينة بسيدي إفني لاحتضان مشروع مجمع حرفي. والنقطة الثالثة معرض دائم لمنتجات الصناعة التقليدية ينظم على طوال السنة من أجل جذب السياح الأجانب والداخلي. وكما تمت مصادقة على نقطتين مهمتين في هذه الدورة الصناعية. النقطة الأولى هي مصادقة بين اتفاقية بين الغرفة وجامعة في مجال التسويق والتكوين، والنقطة الثانية تم مصادقة عليها وتوقيع اتفاقية بين الغرفة والجامعة بإحداث مركز التدرج المهني بجامعة إنفك في بعض الحرف المهددة الانقراضية الفخار الزي التقليدي الناسي الزرابي. شكرا.